بيسأل سؤالين، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. ما معنى أصب إليهن في هذه الآية من سورة يوسف؟ هذا استعطاف واسترحام واستهداء من الله عز وجل، يطلب سيدنا يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام من ربه سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يجعله يعني يجعل بينه وبين المعاصي حجابا، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. زي ما سيدنا آدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وزي ما كل الأنبياء يتذللون بين يدي مولاهم سبحانه وتعالى، لا لأن هذه معصية، فإن الأنبياء لا تصدر عنهم المعاصي أصلا، الأنبياء معصومون لا تصدر عنهم المعاصي، وكل ما ورد في القرآن الكريم مما يوهم ذلك فهو مؤول، أما الأنبياء فهم كملة مكملون لا تصدر عنهم المعاصي لأن مأمورون بالتأسي بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده.